عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي عندي الازازه دي وعندي العلبه دي، طبعا انتوا عارفين العلب دي اللي هي بتاعت الايه الحلاوه والحاجات دي. طبعا الازازه دي الولاد كسروها وطبعا حالتها بقت بؤس خالص. بصوا اتكسرت ازاي، يعني هي مش نافعه تاني. فقلت خلاص انا هعملها احط فيها الايه الاكياس اللي هي بتاعت التلاجة، وطبعا تطلع من المكان دوت. بس طبعا عشان اعملها لازم اعمل فيها شوية تعديل. زي ما انتم شايفين كده وصلنا البوك وبنحاول ان احنا نقفله اهو. شايفين طبعا الحتة دي برضو بتعتبر عريضة، لان انا هدخلها في التجويف اللي هنا، مش عايزاها تبقى عريضة على قد المساحة اللي هنا معانا اهو. زي ما انتم شايفين كده ببدأ ايه اضغط على الحروف دي عشان ما تطلعش خالص. تمام كده اهو. ممكن اعمله اكسسوار بسيط كده، ان هي يعني لما افتح كأنه ما يبانش بقى ان دي واصلة ولا حاجة. كأنها ديكور اول ما افتح البوك يعني ايه شايفين الشكل، شايفين شكل البوك اهو. وطبعا هقفله. بصوا قفل بسرعة ويسر على طول كده. في بقى ايه تاني عايزة اعمله، ان انا عايزة ابين ده وشه من ظهره ازاي كده. بصوا هبدأ بقى احط من هنا اهو. بصوا نبدأ بقى ايه نظبط الحرف كله هنا. هبدأ احط عليه الشمع اهو واثبته كده اهو. شايفين شكل البوك، محدش هيصدق ان ده معمول ابدا ابدا. طبعا وهنا هبدأ برضو اثبته اهو. وما قفلتوش بقى من الوسط ليه؟ عشان بصوا يروح ويجي كده يتحرك معي. طبعا هنا اهو الحتة بقى اللي انتوا شفتها اللي هي موصولة هنا، اللي انا عاملة عشانها اهي الفاصل اهو، وانا بقى مش عايزاها خالص تبان اهو. هبدأ اثبت واحدة واحدة اهو. ايديا اتحروقت. بصوا اهو شايفين اهو.
بصوا العلبة والبوك وكل الحاجات، بصوا اهو شايفين، شايفين البوك بقى حاجة تانية خالص اهو، محدش هيصدق ان ده يعني بوك قديم عندي بقاله 10 سنين 10 سنين وهو لسه محتفظ. بصوا بكل حاجة اهو، شايفين شكل البوك والعلبة بتاعت الايس كريم اهي، هعملها كده علبة احط فيها التوك والبنس والحاجات دي على التسريحة. وده البوك بتاعنا اللي اهو، بصوا من جوه حتى التقفيل نظيف جدا جدا اهو شايفين. والاكسسوار ده غيره خالص وكده نقدر نخرج بيه بقى. وطبعا ايه، احنا النهاردة شغلنا 3 قطع، علبة الايس كريم والبوك والايه والازازة بتاعت الاكياس البلاستيك، هجيبها واوريها لكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو البوك والازازة والعلبة. عايزة اوريكم حاجة كمان، انا القماشة اهي عملتها على المكنة وقلبتها، وحبيت اوريكم ان احنا نعمل منها وهي متخيطة على المكنة، نعمل منها شكل على الازازة اهو. بصوا من غير بقى ولا لزق ولا شمع ولا اي حاجة اهي، وممكن ادخل كده ده جوه، شايفين شكل الازازة بقى عامل ازاي. بس ممكن اثبتها من تحت هنا عشان ما تتحركش والولاد ما يقلعهاش الايه الهدوم بتاعتها، شايفين اهي. ودي عملتها من ايه، من قماشة برضو بس خيطتها على المكنة. بصوا في معانا ازازة كمان اهي شايفين، وندخل دي جوه شايفين. ده شغل النهاردة عملناه مع بعض اهو اهو، ايه رأيكم بقى في شغل النهاردة؟ عملته قلت يعني اخلف بلون تاني عشان تحسوا. بصوا الازاز، بصوا الازاز بتاعت الشويبس اللي بتتباع بره، بدل ما ترميها ممكن تعملي منها تحفة تديها لحد هدية اهي. بصوا اختلفت خالص، مش هي الازازة اللي احنا متعودين عليها. وتقدري كمان تعملي فيها اي ديكور، ممكن نعمل فيها ديكور كده اي حاجة اهو، او ممكن احط من ده خليها ده اثبته هنا او هنا او هنا اهو. لو انا خدت كده اهو، بصوا بقى هنبدأ من الناحية الايه اللي فيها الازازة اهي الوصلة. بصوا وهنفضل ماشيين معاها لحد ما نروح للطرف التاني اهو، شايفين شكل الازازة اختلفت خالص اهي. اي شكل ممكن نعمل الشكل التاني حاجة تانية اهي، من هنا مثلا اهي، احط من هنا. الشمع بينقي ايدي بس اهو. بصوا برضو ممكن نحط لها شكل تاني اهو، هي مش هتاخد اكتر من 3. بصوا اهو هنا طبعا هبص ايه المكان اللي هو الوش بتاعها اهو اهو، وابدأ انزل عليه بالتلاتة بتوعنا اهم، شايفين شايفين الشكل قال ازاي، شايفين اهو قدامكم اهو الازايز، 3 ازايز اللي عملناهم
وعلبه الايه، علبه الايس كريم اهو شايفين. ايه رايكم في شغل النهارده؟ اتمنى يعجبكم وتعملوه بطريقتي. اشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.